من بعد شخبارك الحبيبة يعني اللي نالت واحد الصدى كبير واحد الإعجاب كبير وعجبت المغاربة بزاف لأن أغنية مغربية يعني بلباسها بلهجتها بالكليب ديالها جات من بعدها الرومانسية إلى متى؟ قل لي متى؟ أغنية يعني الحمد لله والشكر لله تحطت البارح في الصباح على القناة الهندية لأنه ما عندهم واحد الفرق كبير ما بين 6 الصباح وعندهم ما 6 الصباح فنحطوها هي 12 ونص ديال النهار ديالهم كان فرق ساعة. لقات واحد الصدى طيب وعشقوها الناس بزاف لأن أغنية رومانسية بكل معنى الكلمة وكترجعنا للعهد ديال ألف ليلة وليلة ويعني الفارس لما كيدافع على حبيبته وهذا كله كيفرح وسعد. أنا اللي كيعجبني أنا واللي كي الناس بزاف كيعجبهم أنه كيختار كيعرف شنو كيدير وكيوقف على عمله بيديه. يعني سعد ماشي كيجلس السيد الفنان اللي كيجلس اللور وكيخلي زعما الطاقه مره هو خدام لا كيوقف على الكوستيوم على الكلمه على الاناره على الصوت على كل حاجه كيوقف عليها كيشرف عليها بيديه وهذا هو سر النجاح. الجديد ديالي كاين ان شاء الله كاين ما بغيش ندوي عليه لان باقي يعني في طيل الكتمان باقي غادي يكون ان شاء الله بحول الله. الجديد ديالي انني موجوده في مدينه طنجه هذا هو الفرحه ديالي وغدا غادي نكون في مدينه تطوان يا ريت والله العظيم هذيك امنيتي على لغيتا لا باقي رويدا غادي يجي ان شاء الله بحول الله. يجازيكم بخير شكرا لكم كلكم الشباب الدماء الجديده الوجوه الجميله اللي قدامي شكرا لكم على الترحاب ديالكم وعلى المساعده ديالكم لانكم انتم هم يعني صله الوصل بيننا وبين الجمهور شكرا لكم. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.